اطفي الشيطان واقعد يا محاسن. مش ممكن اقعد واحرق في دمك، لازم اروح اقعد عند مامتي حبيبتي. ما هو كده انيل يا حبيبتي. يبقى مفيش حق احل غير اني اموت نفسي واستريح بقى واريحك. تموتي نفسك ما تقدريش لانك بتحبيني وما تقدريش تعيشي من غيري. طب وايجار البيت؟ معلش اروح الشهر الجاي نبقى ندفعه، شهرين مش هيخسر حاجه. طب والاكل والشرب؟ الاكل والشرب هتتدبر، يعني اللي ربنا مش هيربي عبد العزيز. طب يا اخويا وزرير القمصان اللي كل شويه تقع منك. ما تقع، هي بتاعتنا، مفيش زراير بعد النهارده، ومحدش في البيت هيلبس زراير ابدا. انا احب امشي القميص مفتوح كده عشان الصيف جاي، واحب امشي اعبي، هفضل اعبي لحد ما اروح في داهيه. يا حبيبي يا صوفه. حبيبتي يا محاسن، انا بحبك حب غريب قوي. فيكي انوثه الغزال المتشرد، فيكي طعامه البط البكيني، فيكي غضنفره الحمار الوحشي. هما فين؟ انتوا زعلانين بشكل. الله فتحي خير، ايه اللي جابك؟ مرة تانية تقولوا لي الحقنة هاخد فيكم 25 سنة سجن. فتحي قهوة شاي كازوزة، خد حاجة قبل ما تنزل. طب عشان نتكلم بس. روح يا شيخ روح، الله يكفيكم انتوا الاثنين. Thank you.